خلينا ناخد المزيد برضو من التفاصيل كده على التليفون كابتن وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس. يا كابتن وليد بصبح على حضرتك في البدايه ومبروك علينا جميعا. صباح الخير عليكم ومبروك علينا وعلى مصر وعلى النادي الاهلي وعلى اسره التنس المصريه كلها الحمد لله. ازاي يا كابتن ممكن يبقى عندنا نموذج اخر ويعني وغيره وغيره ومن يعني ابطالنا المصريين؟ انا هتكلم هنا مع حضرتك تحديدا في التنس وعايزه برضو اروح مع حضرتك يعني مصر واقفه فين بالظبط؟ احنا واصلين لفين في فكره هنا التنس عالميا؟ عايزه اعرف من حضرتك. اتفضل يا فندم. احنا بالنسبه للتنس دلوقتي حضرتك حصل تطور طبعا في السنتين الاخاره كبير جدا. عندنا 2 لعيبه لاول مره يتاهلوا في تاريخ مصر للاولمبيات، هو اللاعب محمد صفوت واللاعبه ميار شريف. الحقيقه اللاعبه ميار شريف عملت انجاز كبير جدا، الناس كلها شايفاه اليومين ثلاثه الاخرانيين دول لما دخلت الادوار التمهيديه لاحدى البطولات الكبرى وهي بطوله رولان جاروس او فرنسا المفتوحه، ولعبت في الادوار التمهيديه لان طبعا هي الرانك او الترتيب بتاعها ما يقدرش يدخلها الدور الرئيسي على طول. لان الدور الرئيسي بيبقى فيه 128 لعيب فعاده بيبقوا ال 100 الاوائل. ميار ترتيبها ال 171. تمام. فدخلت الحقيقه ولعبت 3 مباريات متتاليه في 3 ايام مع 3 لعيبه ممتازين. المباراه الاولى لعبت مع لعيبه كولومبيا رقم 205 على العالم وكسبتها 6-4 6-0 مجموعتين نظيفتين. كويس. اليوم الثاني ودي كانت اصعب ماتش وده كان المفاجاه اصعب مباراه، كانت مع اللاعبه ماكينلي الامريكيه والمصنفه الثالثه على البطوله طبعا على التاهيل بتاع البطوله مش البطوله نفسها. وترتيبها ال 120 وكسبتها 6-2 6-4. وفي المباراه الاخيره او امبارح او الامس كسبت اللاعبه المخضرمه الايطاليه صاحب 32 عام 6-1 6-3. وبكده بتكون أول لاعبة مصرية تفوز بثلاث مباريات أو بمباراة حتى في الأدوار التمهيدية وتصل إلى الدور الرئيسي. هي. طبعا لو رجعنا شوية الميار هنلاقي إن دي قصة كفاح. ميار من وهي عندها 8 سنين و9 سنين وهي لاعبة في النادي الأهلي وعندها إخواتها لعيبة التنس وأسرتها والاتحاد دايما بيبقى وراها، بتشتغل شغل كبير جدا، وطبعا هي عملت تطور كبير جدا في حياتها التنسيه، جزء منه كبير طبعا تبع النادي الاهلي اللي هي اللعيبه بتاعته، وجزء كبير جدا للاتحاد، وجزء كبير طبعا للاهالي. وطبعا حصل طفره كبيره لميار في مستواها لما سافرت امريكا ولعبت في دوري الجامعات لمده 4 سنين لغايه ما اتخرجت السنه اللي فاتت. كويس جدا. عشان نعمل بقى ميار ثانيه وميار ثالثه ومحمد صفوه الثاني ومحمد صفوه الثالث لازم نبتدي نشتغل من على القاعده من الناشئين الصغيرين. صح. نبتدي نحط لهم برنامج تدريب، لازم الانديه تساعد الاتحاد في هذا الموضوع. وطبعا بيبقى في تضحيات كبيره جدا جدا من الاهالي عشان تقدر توصل للمستوى اللي وصلت له ميار او محمد صفوت. هل انا سؤالي الاخير لحضرتك يا كابتن لو تسمح لي، هل المشكله برضو بتقع في فكره هنا السبونسرز يعني الراعي؟ يعني في الثقافه الغربيه الراعي للالعاب الفرديه موجوده بشكل كبير جدا يمكن كمان اكتر من الالعاب الجماعيه، لكن احنا عندنا العكس، الراعي ما بيكونش بشكل كبير للالعاب الفرديه رغم ان احنا عندنا يمكن اللي بيحصد لنا البطولات دايما هم اللعيبه اللي في الالعاب الفرديه وابطالنا، فهل دي بتؤثر بشكل ما من وجهه نظر حضرتك كابتن وليد؟ طبعا ليكي كل الحق، التنس من الالعاب المكلفه للغايه. عشان ولد صغير عنده 12 13 14 سنه ويبتدي يسافر ويلعب بطولات اي تي اف التكلفه تبقى عاليه جدا. طبعا الرعاه واحنا للاسف في بلد لا ترى الا لعبه واحده هي لعبه الكوره، هي طبعا هي اللي بتبقى واخده الاضواء كلها، الالعاب الفرديه تقريبا مش واخده الاضواء. فطبعا عشان تلاقي راعي للاعب تنس موضوع صعب جدا، وفي نفس الوقت صعب جدا على الاهالي موضوع المصاريف والسفر، لكن احنا كاتحاد حاولنا نسهل الموضوع ده شويه، فقدرنا بقياده كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد ان احنا نجيب 10 بطولات دوليه اي تي اف للناشئين في مصر. دي ممكن تكفي جدا 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 اللعيب ان هو يقدر يلعب فيها ويعمل رانك في الترتيب العالمي للاي تي اف لو قدر يلعب في ال10 بطولات دي. طبعا دي بتوفر على الاهالي كتير جدا السفر والاقامه والمصاريف. فطبعا ده دور من ادوارنا احنا كاتحاد ان احنا نحاول نقلل شويه المصاريف على اولياء الامور وعلى الانديه، بجانب طبعا ان احنا يا ريت طبعا نشوف ونبص على رعاه
يبتدوا يشتغلوا معانا عشان يساعدوا الاولاد دول يقدروا يوصلوا للعالميه. يعني نتمنى ان شاء الله كابتن وليد من خلال برنامج 10 الصبح في الاهلي لو في اي حد من رجال الاعمال سيدات الاعمال حد من يعني من الاشخاص اللي يحبوا ان هم ياخدوا المبادره دي فاحنا بندعوهم من خلال برنامجنا ان شاء الله ان هم يشجعوا ابطالنا في الرياضات الفرديه ويخلوهم كده كمان يعني يحظوا بفرص افضل ان شاء الله عالميا. بنشكرك جدا كابتن وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس، شكرا لحضرتك.